أكدت وسائل إعلام فلسطينية عن اندلاع اشتباكات واسعة وعنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب الإعلام الفلسطيني، تركزت الاشتباكات في مناطق دير البلح وبني سهيلة ومحيط مخيم خان يونس وتل الهوى وغرب حي الشجاعية والشيخ رضوان ومدينة جباليا شمال القطاع. ودمرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع عشرات المنازل في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، بينما استمر القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف مستهدفا مناطق شرق ووسط رفح جنوبي قطاع غزة ومناطق بطن السمين وبني سهيلة ومعا بخان يونس ودير البلح. وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها ومداهمتها لمدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي. كما تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات جنين وتعتقل العاملين فيها وتعرقل وصول الجرحى إلى المستشفيات. وتؤكد الوزارة استشهاد أكثر من 60 مدني في مدينة ومخيم جنين وجرح العشرات منذ 7 أكتوبر المنصرم. وفي ذات الصدد، قال المدير العام لوكالة الأنوروا الأممية فيليب لازاريني بأن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في قطاع غزة على وشك الانهيار. وأكد لازاريني خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف بأن الوكالة فقدت 130 من موظفيها خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف بأن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة تعتمد إلى حد كبير على قدرة الأنوروا التي أوشكت على الانهيار. كما أشار إلى أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد، بإشارة للعمليات البرية للاحتلال الإسرائيلي في القطاع. وأكد لازاريني بأن الفلسطينيين في غزة يعيشون أحلك فصول التاريخ الفلسطيني المؤلمة منذ نكبة 48. وفي الضفة الغربية، وصفت وكالة الأنوروا الأممية العام الحالي باعتباره الأكثر دموية في الضفة، حيث أكدت رصدها أكثر من 280 حالة وفاة في الضفة على يد الاحتلال ومستوطنيه منذ 7 أكتوبر الماضية. وعلى إثر ذلك، تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 69 على التوالي. وأكدت الوزارة خلال بيان لها بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة المتواصلة للمرافق المدنية في كامل القطاع. وأوضحت الوزارة بأن المدنيين في قطاع غزة يعانون قسوة البرد تحت ركام المنازل والمباني المهدمة نظراً لافتقارهم لمقومات الحياة. وفي الضفة الغربية، أدانت الوزارة بشدة استمرار عدوان الاحتلال على محافظة جنين لليوم الثالث على التوالي، مخلفة عدد من الشهداء والجرحى، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمدينة بشكل واسع النطاق. كما أكدت استمرار تصعيد اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في أرضهم وممتلكاتهم في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن المملكة المتحدة ستمنع دخول المسؤولين عن العنف من المستوطنين إلى المملكة المتحدة. كما أضاف بأن المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين وتدعو حكومة إسرائيل إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية المدنيين الفلسطينيين. وفي ذات الصدد، دعا رئيس الوزراء البلجيكي إلى وقف قتل المدنيين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جهته، قال رئيس وزراء إيرلندا إن الموقف الأوروبي من غزة يتحول تدريجياً، مضيفاً بأن الكثير من الدول تخسر مصداقيتها بسبب موقفها من الحرب. وفي ذات الإطار، قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخل لإنهاء النزاع وتحرير المحتجزين وتجنب الكارثة الإنسانية للمدنيين.